دلوقتي بعد موجز الأخبار مع ليندا تفضلي ليندا شكرا شازلي الثامنة بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي توجه بالتهنئة للرئيس الفرنسي بمناسبة فوزه بالانتخابات الأخيرة وخلال الاتصال أكد الرئيس السيسي على ما توليه مصر من أهمية خاصة نحو تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي مع فرنسا على مختلف الأصعدة فضلا عن تعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الفرنسي خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك من جانبه أكد الرئيس الفرنسي حرصه الشخصي على تعزيز التواصل البناء والإيجابي مع الرئيس السيسي لاستمرار تشاور إزاء مختلف الملفات فضلا عن التزام فرنسا بمواصلة تعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات ومساندة الجهود الحثيثة للرئيس السيسي لتحقيق التنمية الشاملة في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمامه بعمارة بيوت الله، أعلنت وزارة الأوقاف العودة بنظام فتح المساجد إلى حالتها الطبيعية وعمارتها بالدروس والمقارئ القرآنية والسماح بزيارة المقامات والأضرحة في غير أوقات الصلاة وفتح ساحة مسجد الإمام الحسين على مدار اليوم بدءًا من الأحد القادم وفق التعليمات المنظمة التي ستعممها الوزارة في هذا الشأن. دعت الأمم المتحدة ودول عدة إلى إنهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأكد الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جتاغش خلال اجتماع لمجلس الأمن أن العملية العسكرية الروسية انتهاك لسلامة أراضي أوكرانيا ولميثاق الأمم المتحدة مشددا على ضرورة إيقاف العملية لما فيه خير للشعبين الأوكراني والروسي وللعالم أجمع ودعا معظم أعضاء مجلس الأمن إلى إنهاء الحرب بحث المستشار الالماني اولاف شولتس هاتفيا مع الرئيس الامريكي جو بايدن العمليه العسكريه الروسيه في اوكرانيا والدعم لكييف وقال المتحدث باسم الحكومه الفيدراليه ان الجانبين اتفقا على ضروره استمرار اوكرانيا في تلقي الدعم الكبير والمستمر لممارسه حقها المشروع في الدفاع عن نفسها وطلب شولتس وبايدن روسيا بسحب قواتها وانهاء الاعمال العسكريه على الفور نفت وزاره الدفاع الامريكيه تقديم معلومات استخباراتيه تتيح للقوات الاوكرانيه استهداف كبار الضباط الروس بالقرب من الجبهه واكد المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي ان الولايات المتحده ترسل الى كييف معلومات استخباراتيه لمساعده الاوكرانيين في الدفاع عن بلادهم مشددا مش على ان واشنطن تشارك في قرارات الاستهداف التي يتخذها الجيش الاوكراني افتتحت بولندا ودول البلطيق خطا جديدا لانابيب الغاز يربط شمال شرق الاتحاد الاوروبي ببقيه دول التكتل وذلك لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي هذا وسيمكن خط الانابيب الذي يربط شبكات الغاز في بولندا وليتوانيا من نقل حوالي ملياري متر مكعب من الغاز سنويا في اي من الاتجاهين وبفضل الترابطات الموجوده في المنطقه ستتمكن لاتفيا واستونيا وكذلك فنلندا من الوصول الى شبكه خطوط انابيب الغاز الاوروبيه الاوسع قالت المتحدثه باسم البيت الابيض جان ساكي ان الرئيس الامريكي جو بايدن سيبحث البرامج النوويه والصاروخيه لكوريا الشماليه مع زعيمي كوريا الجنوبيه واليابان خلال زياره للبلدين في وقت لاحق من الشهر الجاري واضافت ساكي ان بايدن سيبحث كذلك سبل محاسبه روسيا على عملياتها العسكريه في اوكرانيا خلال الزياره التي ستشمل كذلك محادثات في طوكيو مع زعماء المجموعه الرباعيه التي تضم الولايات المتحده واستراليا واليابان والهند نهايه موجز الثامنة نعود لاستكمال باقي فقرات صباح خير مصر بعد الفاصل